الانباء طلعت على ايقاف كهربا 12 مباراه وتغريمه مليون جنيه. مبدئيا كده كهربا غلطان، لان مبدئيا كده عندك مشكله كبيره فلوس نادي الزمالك. المفروض ان انت ما تدخلش في اي مشاكل جانبيه، يعني انت لو لقيت الشر بيناديلك، لقيت الغلط بيناديلك، انت اللي تبعد عنه وتتغاضاه لحد ما تحل مشكلتك. ومش معنى كده انا بقول لك بعد ما تحل المشكله لا تغلط، لازم تتبع اسلوب ومبادئ النادي الاهلي. مفيش حد فوق الاهلي، كل اللعيبه الكبار وكل اللعيبه العظام ما يقدروش يغلطوا نفس الغلطات المتكرره للكهرباء. دي مش اول عقوبه ليك. كهرباء اتعاقب من سنتين من اداره النادي الاهلي، عنده مشكله الغرامه مع نادي الزمالك عشان يطلع يتعاقب جديد. مبدا الغرامه بقى نفسها، ان الناس بتقول اللائحه واللائحه مش فيها، في حاجه اسمها لائحه اتحاد الكوره وفي حاجه اسمها لائحه لجنه الانضباط. في لجنه الانضباط الموضوع مفتوح عندهم في العقوبه وفي الغرامه، وزي ما شفنا قبل كده في لقطه شيكابالا ديت وقف عليها 8 مباريات وتغرم 500,000 جنيه، رغم ان هي ساعتها برده ما كانتش في اللائحه. الموضوع مشي تبع لوائح لجنه الانضباط، اللائحه اللي معروضه على السوشيال ميديا مش حقيقيه. اتمنى النادي الاهلي يتظلم على العقوبه لتخفيفها بس شويه، لان 12 مباراه كتير وهو مش في حمل فلوس تاني ممكن يدفعها لان عنده غرامه اكبر. ربنا يهدي كهربا ويركز في الملعب وبس. دول كلمتين كنت حابب اقولهم لكهربا. ما تنسوش اشتراك في القناه ولايك للفيديو. سلام.